انت صرت راقصة؟ مو راقصة. لا مو صرت راقصة بدايتي. وترى على فكرة هاي كلمة راقصة ترى مو معيبة. لا مو معيبة، انت اخترتيها معيبة. انت مثل ما هي شي تحكي او غيرك. انا قلت راقصة اخترعتي. لا لا ما اخترعت. ليش انا لحد هاي الساعة انا القصبي المسرح صحيح. شنو يعني؟ والمسلسلات ايضا فمو عيب هذا. ما عندي مسلسل القصبي بس عادي يعني اذا اجي جديد سكتش مرة قص بس عموما يعني ما اعرف يجوز. اي قصدي انه ليش كذبتي بهالموضوع؟ ما كذبت. شلون صار؟ بداياتي كانت مسلسل غزالة زين، بعدين وراها صورت القناة غنوة صورت كليبات. صراحة كان العوز هو السبب؟ اكيد طبعا طبعا اكيد. اكذب عليك واقول لك انا ابويا الملك فلاني على كل ظهور تتذكرين؟ اتذكر هذا الاتذكر اللي الان كلش صغيره بيها. اتذكر من 6 الصبح صورنا بدينا، ثاني يوم بالستة الصبح على وقفه وحده ريست 3 دقائق ماكو. انسى اكو شيء اسمه تاكل، انسى شيء اسمه تشرب مي، انسى شيء اسمه تروح للحمام، انسى هذا الشيء. انت عليك تنزل تبدل وترجع تعبان نعسان جوعان بردان محتار، مو مشكلتهم. هيك قاسية الدنيا على مود الفلوس طبعا. شقد انطوش؟ ما اتذكر. كنت قاصر بوقتها؟ عمري 12 سنة. اي والله. كم وصلت لهناك؟ العوز يوصلك الابعد من هيك. بس انت طفلة 12 سنة، شلون طلعتي من العوز يوصلك الابعد من هيك؟ شقد كان مستواكم المادي تعبان لهالدرجة بعد انفصال الوالد؟ شوف انا من عائلة احكي لك اياها، انا من عائلة مو فقيرة وعدها املاك واملاك هواية لكن من تتخير بين فلان وفلان اخترتي امك؟ مثلا بتختار بين امك وابوك. انا ابويا ما اقول لك اكرهه، حبيبي ابويا، ابويا هسه هو اللي واقف لي بكل شيء. لكن بنت انا بنت صغيره احتاج امها وهو شغلات. البنت تحتاج امها اكثر من الولد. انت هسه ولد وتحتاج امك صح؟ زين كيف وما اذا انت بنيه وعندك شغلات خاصه و الكل يعرف ان البنيه 12 سنه شي صار بيها وصحيح تحتاج امك بهذا الشيء. فقررت اروح الام. زين فمن اروح الام اني وضعي راح يختلف عن وضع ابوي. بس امك ما قدرت تحافظ عليكم اذا 12 سنه ودزتك القناه سيئه. لا لا امي السمعة. امي ما مالها ذنب بالموضوع. شلون وافقت؟ ما تدري ما تعرف مشان تدري بهالموضوع؟ لا ما تعرف. ومن حكينا هالموضوع قلت لها انه اني كان عندي تصوير. شو قدرت؟ خلي اقول لك من العرض. خلي اقول لك شلون صار الموضوع. الموضوع اني كنت اصور غزاله، مسلسل غزاله. انا كملت تصوير غزاله. يعني صار بسوريا على حد علمي. كملت تصوير غزاله. ما قلت لها خلصت التصوير. زين. قلت لها عندي تصوير ليلي. بوقتها هي ما كانت تقدر تجي وياي لانه ذكرت انه الموضوع اني اصلا ليش صورت. كانت محتاره بمرض اختي. الأصغر مني كانت صغيرة يمكن 4 سنوات هيك. على مود هاي صورتي. إيه كانت يعني احتاجت لها بوقتها عملية وواي واي واي شغلات زي. يعني ما راح أحكي بيها هسه. فما قدرت تجي وياي. دزت وياي بنية صديقتها اللي هي يعني صديقة أمها يعني كلش قريبة إلها يعني مثل أختها. فقلت لها أنا الموضوع هيك وهيك. هي جاي وياي أكيد راح أشوف. قلت لها الموضوع هيك وهيك وهيك يعني هذا اللي دا اسويه غلط. قلت لي غلط. قلت لها اذا غلط اقبل اغلط هذا الغلط ولا اختك من قدام عيني. فظلت ساكته. قلت لي يعني ما اعرف شو اقول لك. انت جاي تخليني بين حانه ومانه. انت امانه وكلامك يعني يوجع القلب وانت بعدش طفله. هذا الحكي منين تجيبيه؟ اتذكر لان قلت عليها بستها طقت الدمع بعيني. قلت لها خاله ابوس ايدك اختي جاي تموت والله جاي تموت انت شفتيها بعينك. كان تقولي مطلوب مني؟ قلت لها ما تحكين اي شيء هيك علاقه ترجعين. قلت لها وين عرف باكر صار كلام؟ قلت لها انت مال جانب الموضوع. انعرض الموضوع صار هالقد يعني وجهك خواتك؟
النفس اللي يصعد وينزل. مع انه انت صغيره كنتي اكيد انه احنا شوف احنا خاصه علا تغريد